صنع في العرب أخبار على مدار الساعة، فمرحبا بكم. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الخبر العاجل. غاب عنها المغرب، هذا ما قرره القادة المشاركون في القمة الإفريقية بالقاهرة. اتفقت الدول الإفريقية المشاركة في قمة تشاورية في القاهرة داعاً إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي هذا العام على منح السلطات السودانية الممثلة في المجلس العسكري مهلة 3 أشهر للاتفاق مع الأطراف السودانية على قيم انتقال سلمي للسلطة. وجاء في البيان الذي صدر في ختام القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان أن المشاركين في هذه القمة أوصوا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بأن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية مدة 3 أشهر. وكان الاتحاد الإفريقي هدد في 15 الجاري بتعليق عضوية للسودان إذ لم يسلم مجلس العسكري لانتقال السلطة للمدنيين ضمن مهلة 15 يوم. وتابع البيان أنه في ضوء الإحاطة التي قدمها موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول زيارة الأخير للسودان، أقرت الدول المشاركة بالحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطة السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات تسليم السلطة. كما شددت الدولة على أن هناك حاجة عاجلة لقيام السلطة السودانية والقوى السياسية والسودانية بالعمل معا بحسن نية لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان وسرعة استعادة النظام الدستوري من خلال حوار سياسي ديمقراطي يما يحقق أمال وطموحات الشعب السوداني لإرسال نظام سياسي ديمقراطي شامل. وفي ختام القمة قال السيسي حسب بيان للرئاسة: وجهنا وزراء خارجية الدول المشاركة بعقد اجتماع متابعة في خلال شهر للناظر في التطورات بالسودان ورفع تقرير إلى رؤساء الدول والحكومات. وافتتح السيسي أمس في قصر الاتحاد القمة التشاورية بمشاركة رؤساء بعض الدول الإفريقية، وقال في كلمته بحسب بيان للرئاسة المصرية: إن القمة تهدف لبحث التطورات المتلاحقة في السودان ومساندة جهود الشعب السوداني لتحقيق ما يصبو إليه من أمال وطموحات في سعيه نحو بناء مستقبل أفضل. وأشار إلى الجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية السودانية للتوصل إلى وفاق وطني. ويتصاعد التوتر في السودان بعد تعليق التفاوض بين حركة الاحتجاج ومجلس العسكري الانتقالي الحاكم الذي يطلب برفع الحواجز التي تغلق الطرق المؤدية إلى مقر قيادته والذي يتجمع الآلاف المتظاهرين أمامه منذ أسبوعين. ويتجمع المحتجون على مدار الساعة في هذا الموقع منذ أكثر من أسبوعين وتوعدوا بتصعيد تحركهم للمطالبة بحكومة مدنية في حين يطالب المجلس بعودة الوضع إلى طبيعته في الخرطوم أمام مقره العام. ويتولى المجلس العسكري الانتقالي زمام الأمور في السودان منذ إطاحة الجيش الرئيس عمار البشير في 11 الجاري تحت ضغط الشارع. وتعليقا على الوضع الحالي في السودان قال السيسي: إن الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم عن طريق حوار شامل جامع بين القوى السياسية المختلفة يؤدي إلى التواصل إلى حل سياسي توافقي ويضع تصورا واضحا لاستحقاقات هذه المرحلة ويقود إلى انتخابات حرة ونزيهة. وأضاف: نحن كدول جوار للسودان ودول تجمع إغاد وشكو شركاء إقليميين نتطلع لتقديم العون والمؤازرة للشعب السوداني وصولا إلى تحقيق الاستقرار والرخاء الذي يتطلع إليه ويستحقه. وطلب المجتمع الدولي بتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الضاغطة التي تمثل عقبة حقيقية أمام حقيقة الطموحات المنشودة فرص تحقيق الاستقرار. وكان السيسي قد استقبل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والصومال محمد عبد الله محمد قبيل بدأ أعمال القمتين الطارئتين التي تستضيفهما مصر حول الأوضاع في السودان وليبيا بحسب الرئاسة المصرية. وإضافة إلى الرئيسين الصومالي والجنوب إفريقي شارك في القمة التشادي إدريس دوبي والجيوبيتي إسماعيل عمر غلو والرواندي بول غاغامي والكونغولي دينيس ساسو نيغوسو. وبالنسبة للقمة المتعلقة بليبيا قالت الرئاسة المصرية في بيان الاثنين إنها ستناقش آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل احتواء الأزمة الحالية وإحياء العملية السياسية والقضاء على الإرهاب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الخبر، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ودعمنا بزر الإعجاب. نلتقي في الخبر اللاحق، دمتم في رعاية الله وحفظه.